غادي نمشيو الان مباشره باش نشوفوا نيو اكس كرو. وعرض جميل، تناسق كبير. سي عبد اللطيف، قبيله تكلمتي على لو ليدر ولا رئيس اللي كيحضي الدراري اش كيديروا ولا الدراري كيشوفوا في بعضياتهم.
كان بهذه المساله ما كايناش مع نيو اكس كرو؟ لا 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 ما كايناش ابدا. بالعكس هناك انسجام ما بين الاخوان. اللي جميل هو ان كان اللي وليت كنشوف ما بقاش ذاك التقليد، ولاو الشبان ديالنا كيخلقوا اشياء ديالهم، يعني كيكريو هما راسهم حويجات. فهذا كان عرض جميل وراكم توفقتوا تبارك الله عليكم، مزيد من التوفيق ان شاء الله. حميد كنشوفوا دائما هاد الشباب كيحاولوا يقوموا بمجهودات كبيره مع العلم بانهم ما عندهمش اماكن فين يريبيتيو بزاف ديال الحوايج، نفس المشاكل اللي كنتكلموا عليها. كيف كرهتي في البرامج الرياضيه القديمه اللي ديما كنا كنتكلموا على نقص الامكانيات وبزاف الحاجات، فكيفاش شفتي العرض ديالهم؟ رائع بالفعل، فالعرض ديالكم رائع، وتنشكركم، تنشكروا جميع المواهب وتنشكركم على هذا. شنو هي النصيحه اللي تقدر تعطيهم لاجل الحفاظ على اللياقه البدنيه ديالهم؟ يعني شنو الرياضات اللي يقدروا يمارسوها باش يحافظوا على الخفه ديالهم في نفس الوقت يكونوا دائما مزيانين في صحتهم؟ اول حاجه هي النظام في الاكل، النوم باكر. كتحلم اللي بغى يحافظ على اللياقه. لا نعطيو نصائح معقوله. النوم باكر اللي بغى يحافظ على اللياقه، اللي بغى يحافظ على اللياقه بالفعل، فبالفعل فانه خصو النوم ينعس بكري. ينعس بكري انعس واخا هي صعيبه بالنسبه للمغرب، بالنسبه للدراري الصغار باقيين صعيبه بالفعل. فاللياقه نقول لك تدريب مكثفه بانتظام، الاكل، النظام الغذائي. ما تخافش ياك. لا ماشي نظام غذائي تدخلوا نتوما بسته المحلبات خويوها، هذا ماشي نظام غذائي. اصبر، النظام الغذائي واش عندكم؟ واش عندكم واحد الريجيم سبيسيال كتبعوه؟ بروغرام، لان الرياضه ديالكم تحتاج اللياقه البدنيه. قال لي وحنا عينيه، ما بغاش يكمل الشبابيه. وحنا عينيه. لا بصح كاين نظام غذائي يمكن يعطيك فكره، فكيكونوا كيكونوا حوايج في الفطور والغداء والعشاء خاصهم يتخادوا، كاين ثلاثه الوجبات فقط. بالفعل، اللي بغى يحافظ على اللياقه انه خصو يكون يفطر يتغدى يتعشى، يحاول ايفيتي الاكل وسط الوجبات لكي يحافظ على اللياقه البدنيه. نساو عليا اتاي 10 الصباح وكاسكروت ديال 5 ولا 6 والشيبس بالليل، ما يمكنش. ف سي فلان ضروري الماكله وسط الوجبات ولا ضروري ما ياكلوش وسط الوجبات؟ اللي ضروري هو قلتي قبيله، راه خاص تعطاهم الامكانيات، وخاص تعطى حتى امكانيات الناس اللي كيسمعوهم، حيت الكومينيكاسيون ما كايناش، وهي اللي تخلي الاحباط عند الشباب باش ما يبدعش. اما الا كنتي كدوز قدامي وانا كنسمعك ومهتم بيك وكنهضر معاك مزيان وكدوز الكورون بيناتنا كتشجع، ولكن الا درت عليك انا الولد وكميت عليك واحد السيجار وكنتسنى واش نسمعك، عمرك ما غدير شي حاجه. اللي خاصنا هو الكومينيكاسيون، اللي خاصنا هو نحترموا هذاك الشخص اللي كيبدع قدامنا باش نشجعوه وباش يعطي اكثر فاكثر. فتحيه لكم. فسي سي سي فلان عنده الحق، وكانوا فنانين كبار دازو كانوا كيرفضوا انهم يغنيو ملي يكونوا الناس كياكلوا ولا يرقصوا ملي يكون شي واحد كيدير شي حاجه كيبغيو انتباه كامل، وهذا حقكم انتم كفنانين. دابا نتكلم معكم، نسولكم دابا انتم على الخدمه اللي كتقوموا بها. كنعرف انه كاين اتقال الكثير من الانواع ديال الرقص، ولكن علاش اختاريتوا هذا النوع بالضبط ديال الهيب هوب فري ستايل اللي كاين، خصوصا وانه كومبيني يعني مخلط مع حركات الرياضي اللي هما صعيبه بزاف؟ السلام عليكم. بعدا نيوكس كروم تارودا، هذا الستيل اختارناه حيت هو عجبنا، شفنا تنشوفوا لي كومبيتيسيون على برا، تنشوفوا لي باتل دو بريك دانس ابار دو بو، يعني هيب هوب عامة. اذا خصنا نحترفوا في واحد لو ستيل، ماشي نشدوا لو ستيل كامل ما نصدقوا ما شادين والو. هما نشدوا على الستيل اللي هو بريك دانس. وبنتوليا مدربين على الباتل، لانه حتى واحد الحركه داروها اصدقائك بجوج بهم، واحد دور الاخر ودار ديك زعما بحال هكا تقولوا الفرقه الاخرى سكتوا، يعني كاين هناك تدريب كبير على الباتل. ويلاه كداز واحد الباتل ديك السيمانه، داك الشيء علاش. مزيان مزيان، سي تخي بيان. مدينه تارودانت مدينه قريبه، انتم قريب لكم 44 ياك ولا التايمه، قريب لاكادير، عندكم منطقه طبيعيه جميله جدا بزاف، والاصل هنا عندهم الدقه الرودانيه. انا يلاه كنت فيها. هو 44 وهو راه ولاد التايمه، عندها ثلاثه ديال السميات. ف واش كتحسوا بانه كاين هناك اهتمام ماشي من طرف مسؤولين، من طرف جمعيات اللي كاينه تما واللي يمكن لها تمد لكم يد المساعده؟
الجمعيه تيهتموا بينا اللي هو بزاف مين مسؤولين شويه انا نوعدك بميكرو بغيتي توعد بلا ميكرو ياك باش تخاف في مونتاج غتوعد لا شوف تارودان كاينين الناس الا دقيتي بابهم غادي يقول لك شكون والله والله لا حيت حيت حضرنا في تارودانت وكانوا التظاهرات والناس خصهم غير المبدعين فما ما تعكزوش وما يحبسكم شي واحد يقول لكم راه ما يديروا معكم والو لا خاصكم وخاصكم وخاصكم يكون عندكم ان اتاشي دو بريس ولا شي واحد فيكم اللي يحاول يخدم على الصحافه وعلى هذوك المسؤولين توجدوا ان دوسي ديالكم مزيان توريو شنو كتعرفوا ديروا وتدخلوا وان شاء الله يكونوا ابواب مفتوحه لكم تبارك الله عليكم شكرا لكم شكرا كذلك الضيوف ديالنا اللي كيخدموا نصائح جديده لجميع المشاركين في برنامج بغيت ندوس دوزيام اللي كيبقى دائما بطاقه تعريفيه تسمح لاولى الشباب بتقديم ما لديهم من مواهب من معارف وكذلك من ابداع للجمهور المغربي اسماعيل كيتسنى اليو اكس كرو في الكواليس باكستيج اسماعيل وات از هابينين ذير Yeah, the guys from Tarudan, the break dancer, new X crew. Man Zakin. لاباس دارك بخير تفجيشت هنا الوقت تكحاتو شي شويه يا تسنت اش كيف تسنت بوفيتا قول لا اوكي علاش نيو X crew علاش هاد التسميه بالضبط نيو X crew كنا في واحد الاسوسياسيون اللي كانت 2006 مي دوزنا دوزون وقعنا مشاكل بزاف خرجنا ما كاين اللي يشد بينا يعني حنا كا اكس مجهول نديرو نيو اوكي نيو اكس كرو وشنو هو العنوان ولا الميساج ديال السبيكتاكل اللي درتو سبيكتاكل بحال اش نقول لك كبحال المساواه بين البشريه بين البشر يعني واحد جالس في قهوه واحد تيسري صباط يعني كبحال ولكن تلاقى في واحد لو ستيل يعني مساواه بيناتهم اوكي سمعت قبيله صامت كيسول لكم على البريك دانس وكل شيء حنا غادي نعطيو واحد معلومه صغيره باردون على البريك دانس دونك شوف اخويا صامت الفاز هادشي كيتسمى الفاز اوكي دي فاز بركه دي ستيبس اوكي The technique. Yeah. وهادي جوست دوبو. لاحظ معايا. اسماعيل يا اسماعيل جوست دوبو خليك دوبو احنا راجعين عندك لكن بعد هذا الفاصل.